لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في فيديو النهاردة عن من هي الصحفية عائشة بوزمارن اللي كان ملايين الجزائريين بيحبوها جدا وكانوا يلقبونها بانها صانعة الابتسامة للفقراء، ولكن الان بعد ما كانت محبوبة الجزائريين الان اصبحت مكروهة الجزائريين، وهذا ليس كلامي، هذا كلام كل الشعب الجزائري الاصيل. والسبب اتهمها المرفوض والباطل لإمام سطيف عمر بن زاوي، ونشوف الناس قالت عليها ايه قبل ما نتكلم عن معلوماتها الخاصة. قال عبد الرحمن الجزائري: الطيور على اشكالها تقع عائشة بوزمارن التي تسبب في إيذاء الشيخ والإمام المحترم عمر بن زاوي. أما زعترية قالت: حبيت نذكر الإعلامية عائشة بوزمارن اللي في لحظة غرور فكرت إنه بالساق تهمة السرقة والتلميح إليها بإمام منتسب لوزارة الشؤون الدينية، يعني الغلطة بحسابها إنها تنجح في رفع مستوى تتبع برنامجها الهابط الذي جوهره عكس مظهره، وتحت شعار مصري يقول الرصاصة اللي ما تصيبش بتدوش، نفكرها بشخص كان مارز عليها وخلط في كبار مسؤول الدولة وكان واضح خدماته تحت رجليهم طار وعلى ودوق راه في الحبس، اسمه أنيس رحماني مديرها السابق. أملا غير حط رجليك في الأرض، ما زالك بزاف بعيدة على الاحترافية. أما عبد الباسط فقال: عائشة بوزرمان حذرنا منها من وقت حصة مور الحيط اللي كانت حصة إباحية بمواضيعها الغير المحتشمة، وهي هات المرأة تتهم إمام بالسرقة وتشتهر به أمام الملايين. وفي فيديو النهاردة بعد الهجوم الشديد عليها هنعرف من هي، ولكن لو انت بتحب الشيخ عمر بن زاوي هتضغط لايك للفيديو علشان نعرف كم عدد محبينه. ويلا بينا على الفيديو. عائشة بوزمارن هي خريجة معهد الإعلام والاقتصاص سنة 2007، وكانت أول تجربة إعلامية لها في الجزائر، وهي التحقها بالنهار، وحسب تصريحاتها إنها حصلت على الكثير من الدعم عند التحقها واختارت قسم المحاكم وبالضبط محكمة الشريقة، حيث تناول الكثير من الفضائح والقضايا. وكانت أول فضيحة نشرتها هي فضيحة العقار الفلاحي في بلدية بشاري، وقد تعرضت عائشة إلى الكثير من الضغوطات في محكمة شريقة أو محاكم أخرى عملت فيها. كما أن عائشة بوزمارن هي أول صحفية أثارت فضيحة تحصل لابن والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، وكانت جريدة النهار هي من فجرت هذه الفضيحة. اكتب لنا رأيك عزيز المشاهد في الصحفية عائشة بوزمارن، وهل انت زعلت منها لما اتكلمت عن الشيخ والإمام عمر بن زاوي بالطريقة دي؟ الصحفية الوقحة، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، التي تعدت حدودها وحدود مهنتها وقاعدة تقاضي في الإمام وتسأل فيه وتصور وتسجل دون علم الإمام، هذا انتحال لصفة القاضي. بأي حق تقومي بعملية القضاء وعملية التحقيق وتسألي في الإمام وتجاوبي فيه؟ هذا عمل قاضي، عمل السلطات القضائية، هذا إمام محترم. أي مواطن جزائري ما يدكش تتصرفي مع هذا التصرف. الشيخ عمر بن زاوي سبحان الله سعى لهذه البنت، وش كتب ربي تبارك وتعالى عاونها به، ويجي الوالد تاعها يكيلوا الاتهامات، وصل الشيخ يحلف المنبر بأغلظ الأيمان ويتحدى أنه يجيب هذا السيد ولا أي واحد من 58 ولاية في الوطن، في ربوع الوطن، يجيب أي إنسان يقول أنا مديت للشيخ، يتحدى الشيخ، رفع التحدي، عنده يومين من اللي رفع التحدي، قال أي إنسان مد ليجي. سبحان الله، وصلت إمام في المنبر يحلف بأغلظ الأيمان، إمام عنده سمعة وعنده اسم وعنده أولاد وعنده أهل وعنده والدين، وهو من أسرة حاملة للقرآن الكريم من الجنوب الجزائري،
سبحان الله الحي القيوم، إلى أي مستنقع هبطت صحافة العار، إلى أي مستنقع. صنعت قضية الإمام الجزائري عمر بن زاوي والمتهم بسرقة أموال صدق الحدث في الجزائر، وذلك بعدما خرج مواطن جزائري من ولاية تيارت أمام العالم وفي قناة النهار الجزائرية، وقال أن الإمام جمع لابنته المعاقة أكثر من 500 مليون سنتيم ولم يسلمه منها سوى مبلغ 20 مليون سنتيم. ومما زاد غضب الجزائريين هو تصرف صحفية قناة النهار والتي حاولت جاهدة تلفيق التهمة للإمام بن زاوي وتشويه سمعته أمام الجزائريين، أين قام هذا الأخير برفع دعوى قضائية ضدهم وضد القناة، ودعا ناشط من السلطات الوصية في البلاد إلى ضرورة معاقبة هذه الصحفية والمواطن وإدخاله السجن ليكونوا عبرة لغيرهم ما لا تعرفه عن الإمام الجزائري الذي تعرض لحمل التشويه بعد اتهامه بالسرقة. لمع اسم الإمام الجزائري الشيخ عمر بن زاوي في سماء المواقع الإخبارية العربية وشبكات التواصل الاجتماعي بعد اتهامه بالسرقة وتعرضه لحمل التشويه، كما تصدر محركات البحث عقب الضجة بشأنه، حيث تساءل نشطاء عن سر استماته الكثيرين في الدفاع عنه. ولمن لا يعرف الشيخ بن زاوي فهو إمام وخطيب مسجد بدر بسطيف وأحد المدافعين الأشاوس عن القضية الفلسطينية، إذ لم ينقطع عن الحديث عنها منذ بدء عملية طوفان الأقصى، ودائما ما يخصص مساحة للتذكير بمعاناة أهل غزة. وتعرض الشيخ قبل اتهامه بالسرقة لهجمات ذباب المخزن بسبب خطبة نارية عن الحرب المعلنة التي شنها مغاربة ضد إخوانهم الجزائريين من أجل مباراة كرة قدم، حيث عمدوا لقصفه بأبشع العبارات بعدما دعاهم للنهضة من أجل استعادة سبته من أسبانيا. يقول أبناء المنطقة عنه إنه حول محيط مسجده من مرتفع للفساد إلى دوحة الخير، وأخرج شباب الحي من بحور المخدرات إلى جونات العمل التطوعي بأسلوبه الراقي في التعامل وصدقه وعدم خوفه من السطح بالحق وعن الإنجازات التي شفعت له وذكرها الكثيرون في معرض الدفاع عنه. فقد كان الشيخ الفاضل صاحب فكرة مشروع برج القرآن الذي يعتبر أكبر مدرسة قرآنية في الجزائر، تتربع على مساحة تقدر ب 430 متر مربع وتتكون من 7 طوابق. تم تدشين المدرسة في مطلع العام الماضي من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تم تجهيزها بتقنيات حديثة وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 1200 طالب، وتضامن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع ومكثف مع الشيخ بن زاوي الذي تعرض مؤخرا لحمل التشويه بعد اتهامه بالسرقة عبر قناة تلفزيونية، إذ أعرب نشطاء عن استياءهم من الهجوم الشرس ضده واتهامه بسرقة مبلغ 450 مليون سنتيم. وظهر رجل عبر قناة تلفزيونية خاصة زعم أن الشيخ قام باستيلاء على أموال الصدقة الموجهة لابنته المعاقة، ما أثار جدلا واسعا بين من يتهم الإمام بالمتاجرة بالدين واستغلال الثقة ومن يدافع عنه ويشهد على حسن أخلاقه. وعدد أهالي المنطقة ممن يعرفون الإمام جيدا خصاله الحميدة وأعماله الخيرية بالقول أنه من وقف على بناء صرح برج القرآن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.